قصص مستوحاة من الواقع. قضيت صلاة الجمعة في مسجد الإمام علي في تلمسان، وبدأ المصلون يغادرون المسجد متدفقين نحو شارع دركال عبد القادر. على جانبي الباب الكبير اصطف بضعة متسولين. في الباب الخاص بالنساء وقفت ثلاث نسوة ترتدين جلابيب سودا كتلك التي ترتديها النساء في المشرق العربي. تضع النسوة الثلاث رداء على رؤوسهن يبدو من نفس ثوب الجلابيب. تستجدين المصليات اللواتي تغادرن المسجد مساعدتهن وترددن بأنهن من عائلات سوريات مهجرات. كانت الحاجة مريم بين المصليات. لما صارت بمحاذاة النسوة ذوات الجلابيب السود اقتربت من إحداهن وهمست بشيء في أذنها. تبعتها المرأة التي تبدو دون 30. قصدت الحاجة مريم مكانا غير بعيد ووقفت. لحقت بها المرأة، كانت تنظر إليها مترقبة وهي تبتسم. أنت سورية أليس كذلك؟ نعم، نحن من عائلات هجرتها الحرب. أعرف، أردت أن أسألك إن كنت مستعدة للعمل إذا ما أتيحت لك الفرصة. بودي أن أقول لك نعم، ولكن تعلمين سيدتي أنه لا يحق لنا العمل لأننا لا نتوفر على وثائق للإقامة في الجزائر. كانت الحاجة مريم تنظر إليها، لعل جمال المرأة الشابة شد نظرها. خجلها كان يزيد إلى جمالها ذاك جمالا. ثم انتبهت إلى أن الشابة المتشحة بالسواد تنتظر ما الذي تريده منها حقا. سألتها إن كان لديها هاتف للاتصال بها. وافتها الشابة السورية برقم هاتفها. لم تعطها شيئا الحاجة مريم، كذلك تقدم نفسها في كل مناسبة. كان آخر المصلين يغادرون مسجد الإمام علي. ودعتها وعادت إلى رفيقتيها، وكانتا ترغبان في معرفة ما تريده المرأة، وقد أبلغتهما بما دار بينهما. لم يكن ذا أهمية ما اقترحته تلك التي تتسمى بالحاجة مريم، وسرعان ما صرفت النسوة الثلاث اهتمامهن عن هذا الموضوع، وحسبت تلك التي تحدثت إليها واسمها نوارة أن المرأة لن تتصل بها كما وعدتها. كان النسوة الثلاث كما أشخاص آخرين يقولون إنهم يطلبون المساعدة لعائلات سورية مهجرة تجلن عبر مساجد أخرى غير مسجد الإمام علي وعبر الأسواق والمراكز التجارية. بعد 6 أيام على وجه التحديد، وكان يوم خميس، رن هاتف نوارة. من الجانب الآخر جاء صوت امرأة، كان صوتا ممزوجا ببعض خشونة. أنا الحاجة مريم. كانت مفاجأة كبيرة لنوارة أن تتصل بها تلك المرأة. نعم سيدتي، كيف حالك؟ بخير، أريد أن أراك. نعم، متى وأين؟ قرب مسجد الإمام علي، حيث التقينا يوم الجمعة الماضي مباشرة بعد صلاة الظهر. سأكون هناك سيدتي. ما أن أنهت تلك المكالمة حتى أبلغت رفيقتيها بأن تلك المرأة الحجة مريم اتصلت بها وأنها تطلب اللقاء بها قرب مسجد الإمام علي. قالت كبراهن وتنادين عليها بأم عماد إنها ترتاب في أمر تلك المرأة وإنها لا تظنها فاعلة خير لوجه الله. نظرت إليها نوارة دون أن تنطق كلمة واحدة. لعلها فاجأتها بإبدائها ارتيابها ذاك، وكانت صاحبة الرأي بينهن. الثالثة ميساء تابعت ما دار بين نوارة وأم عماد بدون تعليق. مساء ذلك اليوم عادت نوارة إلى الموضوع، فكان قرار أم عماد أنهن لن تذهبن إلى مسجد الإمام علي. وحتى تضفي قوة أكبر على القرار أبلغت نوارة وفي الآن نفسه ميساء أن أبا عماد هو من قرر ذلك، تعلم أن القرار لا يحتمل طعنا ولا انتقادا. في الغد تقرر أن تذهب النسوة الثلاث إلى مسجد سيد إبراهيم بما يجنبهن اللقاء مع الحاجة مريم. أقيمت صلاة الجمعة وتلقينا نصيبا من الصدقات وغادرن. كنا على موعد مع أبي عماد في محطة التاكسيات، وكان عليهن أن تسرعن الخطى. كان أبو عماد قد تلقى نصيبا من صدقات المصلين في الجامع الكبير. وهنا تسلكنا شارع الاستقلال توقفت بمحاذاتهن سيارة حمراء.
تجاهلنها وواصلنا السير، ولكن السيارة لحقت بهن، ثم سمعنا صوت منبه. استدارت أم عماد، رأتها، قالت لرفيقتيها: إنها هي تلك التي تدعى الحاجة مريم. همت نوارة بالالتفات إليها، ولكن أم عماد امسكتها من ذراعها وأجبرتها على مواصلة الطريق. ثم ترجلت الحاجة مريم ونادت بصوتها المشوب بخشونة: نوارة، نوارة! ولما استنتجت أن أيا من الثلاث المتشحات بالسواد لم تلتفت نحوها، عادت إلى سيارتها وركنتها بشكل سليم. رأتها أم عماد وهي تفعل، ثم لمحتها وهي تسرع الخطوات تريد أن تلحق بهن. قالت لرفيقتيها: إن عليهن أن تتفرقن. عبرت نوارة وميساء الطريق وتوجهت نحو زنقة بن عبد السلام بومدين الموازية لشارع الاستقلال. تبعتهما الحاجة مريم بينما واصلت أم عماد طريقها. لعلها رأتها، ولكنها موقنة أنهما ستصلان إلى موقف التاكسيات قبلها، وأنهما ستجدان هناك أبا عماد. ما لم تره أم عماد أن المرأة التي تريد اللحاق بنوارة أخرجت هاتفها من حقيبتها اليدوية وركبت رقما وتحدثت إلى شخص ما، ثم بعد ذلك مباشرة ركبت رقم نوارة. كانت مع ميساء في منتصف شارع ابن عبد السلام بومدين. سمعت هاتفها يرن، نظرت إلى شاشته، أسرت إلى ميساء بأنها هي. التفتت، لم ترها. قالت ميساء إن محطة التاكسيات قريبة الآن. قبل أن يصل نهاية الزنقة ظهر غير بعيد عن مكتب شركة المياه رجلان ذوى بنيتين قويتين. ظنت المرأة أنهما سيمضيان إلى حال سبيلهما، ولكنهما ما أن صار على بعد خطوات قليلة حتى انقضى عليهما. أمسك أحدهما بنوارة والآخر بميساء. استل الذي أمسك بنوارة سكينا ولوح به مهددا. قال الآخر: إن حاولتما الهرب أو إثارة الانتباه فسيكون مآلكما. لم ينطق الكلمة، ولكنه مرر سكينه على بعد سنتيمترات من حنجرته. كانت واضحة رسالته. عاد بالمرأتين إلى شارع الاستقلال، ثم توقف الجميع عند سيارة لم تجد نوارة أدنى صعوبة في التعرف إليها. كانت سيارة الحاجة مريم. فتح البابان الخلفيان ودفعت المرأتان دفعا إلى داخل السيارة، وجلس الرجلان على طرفي المقعد الخلفي. لمحت نوارة رأس الحاجة مريم وهي تجلس خلف المقود. لم يعد لديها من شك، إنهما مختطفتان. لقد حدث ما نبهت إليه أم عماد. سمع المحرك وهو يدار، ثم انطلقت السيارة. مرت قرب شرطي مرور قرب متحف المشور. همت ميساء بالصراخ، ولكن لمعان السكين الذي يمسك به ذاك الذي بجوارها أثناها عن ذلك. بعدها صارت السيارة تبتعد شيئا فشيئا عن وسط المدينة. تلك التي تدعى الحاجة مريم تسوق وقد التزمت الصمت المطبق. تذكر نوارة أنها سلكت طريقا تمر بالقرب من المستشفى الجامعي دمرج تيجاني، ثم سريعا بعد أن اخترقت بضع أزقة توقفت السيارة عند باب منزل بمدخله ما بدا حديقة صغيرة. دفعت المرأتان دفعا إلى غرفة بها صالون علاه غبار وطاولة عليها صفحة من زجاج. تراجع الرجلان اللذان أمسكا بهما، ثم جاءت تلك التي يسمونها الحاجة مريم. دخلت وأغلقت الباب. تخلصت من نظرتيها، عيناها اللتان بهما شيء من الجحوظ، توجهتا إلى نوارة. كنت تظنين أنك ستفلتين مني؟ لن ألومك، فإنك لا تعرفين الحاجة مريم، وستعرفينها الآن. صمتت، ابتلعت ريقها، ثم واصلت: لو أنك جئت طوعا إلى موعدنا لما اضطررنا إلى كل ما قمنا به. ثم التفتت إلى ميساء: وهذه هل تقرب إليك؟ حركت رأسها بالموافقة، جف حلقها وتظن أنها لن تستطيع الكلام. قامت الحاجة مريم من مقعدها وقالت لهما: لن يطول مقامكما هنا، نساء مثلكن يتخطفهن الرجال.
ابتسمت بخبث وخرجت تحمل نظارتيها في يدها. لم يكن في كلام المرأة أدنى غموض، إنها تنوي بيعهما. سمعت خطواتها وبابا يفتح ثم يغلق، ظنت أنهما وحيدتان في ذلك المنزل. اقتربت ميساء من نوارة والتصقت بها، ثم انتبهت إلى أن الخاطفين لم ينتبهوا إلى الهاتف. أخرجته واتصلت بأبي عماد، قالت له بكلمات معدودات إنهما هي وميساء محتجزتان في منزل غير بعيد عن المستشفى الجامعي، وأن الحاجة مريم هي التي خطفتهما. ما أنهت تلك المكالمة حتى سمعت باب المنزل يفتح، وتناهى إليهما وقع خطوات، ثم انفتح باب الغرفة التي كانتا فيها. ظهرت الحاجة مريم أولا، ثم أحد اللذين نفذ عملية الخطف. في المنزل الذي يكتريه المهاجرون السوريون في حي الداليا كان مساء حزينا. تم جمع الأطفال في الغرفة المخصصة لهم، واجتمع الرجال وكانوا أربعة، أكبرهم أبو عماد في غرفة ثانية. قرروا إبلاغ الشرطة. كانت أم عماد قد أبلغت عن تلك التي يسمونها الحاجة مريم، وقالت إنها تظن أن الذين يرتادون مسجد الإمام علي يعرفونها. قصد أبو عماد مركز الدرك الأقرب إلى حيث يقيم، وأبلغ بالذي حدث، وأيضا بما قالته نوارة في اتصالها الهاتفي الأخير. ظن أبو عماد أن الدركي الذي استقبله سيشفق لحاله، ولكنه فاجأه بأن صار يدقق في كل ما يتعلق بدخوله إلى الجزائر. تملك نفسه وقاوم دمعه، يعلم أنه في النهاية في موقف ضعف. ترك للضابط أمر البحث عن نوارة وميساء، وعاد وفي حلقه غصة. دخلت زعيمة الخاطفين الغرفة التي تحتجز بها المرأتان، كانت تبتسم بل توشك أن تضحك ملء فمها، ثم قالت بعد أقل من ساعة سيأتي من يأخذكما. ابتسمت مرة أخرى بخبث لا يخفى، ثم أضافت أتمنى لكما حظا سعيدا. بعد أقل من ساعة كما قالت سمعت خطوات وراء باب الغرفة التي توجدان بها، ثم دخل ثلاثة رجال. نظروا إليهما مليا، حاول أحدهم أن يلمس نوارة ولكنها منعته. هي دقائق. خرج الرجال الثلاثة، وما لبثت أن عادت الحاجة مريم. أمرتهما بالنهوض. في الخارج كانت تنتظرهما سيارة، ظنت ميساء أنها باعتهما. أدخلت السيارة التي انطلقت فورا، كانت تسرع بإفراط، تحدث عجلاتها اصطكاكا وصفيرا، ثم على وقع صدمة قوية وصوت زجاج ينكسر توقفت السيارة. ذاك كل ما تذكره المرأتان، لم تكن إصاباتهما قوية. في المستشفى علم أن اثنين من الخاطفين قتلا في الحادثة. بعد أن تلقت الإسعافات الأولية وبعد تسجيل أقوالهما، ظنتا أنه سيكون بمقدورهما المغادرة إلى حيث يقيم أهلهما، ولكنهما منعتا من ذلك ونقلتا إلى الحدود التونسية. بعد أسبوع لحق بهما أبو عماد وزوجته وأولادهما. الباقون كانوا يتدبرون أمورهم لعبور المتوسط إلى أوروبا. في زواوين إلى الشمال من تونس العاصمة تسير الحياة بوتيرة تختلف عن الإيقاع الذي تمضي به في المدن الكبرى. الناس يتعارفون فيما بينهم، وكل غريب يكتشف سريعا. كذلك كان حال حمزة الغريب الذي وفد على الزواوين قبل 15 سنة واستقر بها، لم يعد الآن غريبا. ومع ذلك فإنه لدى كثيرين لا زال يعد لغزا. كان في 20 لما وصل، هو الآن في 35، وقد تبناه الخدير مختوم وهو من وجهاء القرية، فمنحه سكنا في عرصته واتخذه مساعدا له في أعمال الفلاحة بعد أن علمه منها ما لم يكن له به إلمام. شاع في زواوين لما وصل حمزة أنه جاء من سيدي ناجي، وأنه رحل عن قريته لما توفيت والدته التي كانت آخر من بقي من عائلته. كلام كثير قيل عن صحة ما قاله حمزة وقتها، ثم لم يعد أحد يخوض في ماضيه، وصار واحدا من أفراد عائلة الخدير مختوم.
يمضي الرجل أيامه في الحقل يواكب عمليات الحرث والعناية بأشجار الزيتون وجني ثمارها والاعتناء بقطيع الأبقار، بل إنه كان في أحايين كثيرة يتولى حلبها. يبدأ اليوم عند حمزة مع شروق الشمس ولا ينتهي إلا حين تؤول إلى المغيب. يشارك عائلة المختوم أفراحها وأيضا لحظات حزنها، ومع ذلك فإن الفوارق بينة بينه وأبناء الخدير الذي آواه. تابعوا دراساتهم ولم يكن له من التعليم حظ إلا ما كان من فترة لم تطل مر فيها بالكتاب، حيث حفظ ما تيسر من القرآن الكريم. ملابسه تختلف عن ملابسهم، يسافرون ويبقى هو في الزواوين، تلك هي حياته هو. لم يسعى أي من الذين عرفوه إلى النبش أعمق في ماضيه، حتى الخدير المختوم نفسه اكتفى وهو يقرر إيواءه بقصته كما رواها هو. قال إنه ما غادر سيدي ناجي إلا بعد وفاة والدته، وكانت حسب روايته الوحيدة التي ظل متعلقا بها هناك. لم يأتي عن ذكر أخ أو أخت له ولا أحد سأله. ثم لما صار مساعدا للخدير في عرصته لم يعد يسأل سوى عن الأشغال التي يوكل إليه أن يقوم بها. ثم إنه بالنسبة للخدير المختوم لم يكن يكلف شيئا إلا ما كان من طعام يأكله أو لباس يرتديه. لم يعده بأجر لقاء عمله يوم أدخله عرصته، ولا هو سأل أجرا. 15 سنة مرت الآن على تلك الأيام الأولى لحمزة في الزواوين. لم يكن الرجل يشاهد إلا وهو ذاهب إلى الحقل أو عائد منه يسوق قطيع الأبقار، ولذلك يوم شوهد يمر بالشارع الكبير للقرية كان مثار استغراب لدى البعض. أدلى بغطاء الرأس لمعطفه القديم، شمس ذلك اليوم من أواخر الخريف حارة. يقول البعض إن تلك الحرارة قد تسبق أياما ماطرة يرقبها الفلاحون. ولكن حمزة ما أن تجاوز المسجد حتى توقف كمن ينتظر ناقلة تحمله إلى وجهة لا أحد يعلمها. كان عبد المجيد المير جار الخدير المختوم في باب الصيدلية المقابلة للمسجد، من هناك راقب حمزة، ومن هناك رآه يتسلق إلى داخل مقصورة شاحنة مرت من هناك ثم اختفى. الذي راقبه حسب أن الخدير أرسله لشراء شيء ما من العاصمة أو من جهة أخرى. كانت المرة الأخيرة التي شهد فيها حمزة في الزواوين. في اختفائه المفاجئ ذاك ما يثير القلق لدى الخدير، فهو في كل الأحوال كافله والمسؤول عنه إن أصابه مكروه. ثم إن السنوات 15 التي أمضاها بين ذويه جعلته واحدا منهم في الشكل على الأقل. المعلومات الوحيدة التي تمكن من الحصول عليها حول ذلك الاختفاء هو ما رواه عبد المجيد المير الذي قال إنه رآه يركب شاحنة مرت من هناك. لم تكن لديه معلومات أخرى. يعلم الخدير أن عليه أن يبلغ المصالح الأمنية باختفاء الرجل، ولما فعل أبلغ بقصة ركوبه شاحنة مرت من القرية. تم تدوين الإبلاغ عن اختفاء حمزة. لا أحد كان يعرف اسمه العائلي أو لقبه. سارت تساور الخدير بعض الشكوك حول هوية الرجل، بل إنه نزع إلى الندم على إيوائه في عرصته. لم يكن سهلا عليه أن يتقبل الذي حدث. بعد انقضاء 10 أيام على اختفاء حمزة قرر الخدير التوجه إلى تلك القرية التي اسمها سيدي ناجي، والتي قال حمزة إنه جاء منها بعد أن توفيت والدته. ركب سيارته وانطلق إلى هناك. الطريق التي تؤدي إلى سيدي ناجي ضيقة وكانت بحاجة إلى بعض الصيانة. يعلم الخدير أن توقفه بتلك القرية الصغيرة سيثير الكثير من الفضول. اكتشف قرية لا تختلف كثيرا عن قريته، واكتشف ذاك الهدوء الذي يسود المكان. توقف في منتصف الطريق الذي يعبر القرية. كانت الساعة تقترب من 12 زوالا، الحرارة مرتفعة. ركن سيارته مقابل حقل انتظمت على صفحته أشجار الزيتون في خطوط متوازية. لم يظهر له أحد هناك. في الحقيقة لم يكن يتوقع أن يرى أحدا في تلك الساعة من النهار.
من باب عرصة قريبة أطل يافع حلق رأسه بالموسى، وقف مكانه ينظر إلى سيارة الخدير الذي ما أن رآه حتى ناداه. تقدم اليافع نحوه، ما أن وصل حتى بادره بأنه يريد أن يسأله عن شخص يدعى حمزة. فجاءه اليافع بأن سأله أن يقول له لقبه. ابتسم لما قال الخدير إنه لا يعرف من هويته سوى اسمه ذاك. لن يستطيع المضي أبعد مع ذلك اليافع، وعليه أن يسأل من هو في مثل عمر حمزة على الأقل. الشارع خال من المارة، الناس يتقون شمس تلك الساعة من النهار فيلجؤون إلى منازلهم. قرر أن يقوم بجولة عبر القرية يستكشفها، وكذلك انتهت به الجولة إلى جوار مقبرة القرية. ركن سيارته وراح يتأمل تلك القبور التي تناثرت على تلك الرابية. أحس ببعض العياء ثم أغفى، لا يدري تحديدا كم مر من الوقت، ولكنه قدر أن إغفاءته لم تدم طويلا. رأى امرأة تقبل، بدت له من أهل القرية. لما وصلت خرج من سيارته وقدم باعتذار، ثم سألها إن كانت تعرف حمزة. استغربت أن يسألها عن رجل لا اسم له سوى حمزة، لم يكن يعلم له اسما آخر. فكر قليلا ثم قال لها إن كل ما يعرفه عن الرجل أنه الآن في حدود 35 من العمر، وأنه لما كان في حدود 20 هاجر من سيدي ناجي بعد أن توفيت أمه، وكان يقول إنها كانت آخر ما يربطه بالقرية. أبدت المرأة التي قدر أنها في 50 اهتماما بالأمر، وقالت إنها تظن أنها سمعت بقصة تشبه هذه القصة. أضافت أن الشاب الذي ترك القرية بعد وفاة والدته اسمه عبد الرحمن. صمتت وهي تنظر إلى عينيه كأنها تبحث فيهما عما يطمئنها قبل أن تفضي بالمزيد، ثم أشارت إلى منزل غير بعيد يبدو مهجورا. قالت إنه بيت عبد الرحمن الذي لم يفتح منذ أن غادره قبل سنين طويلة. شكر المرأة لما قدمته من معلومات. يتساءل الآن عما إذا كان حمزة ما اتخذ له ذلك الاسم إلا تقية. هل يكون اسمه الحقيقي عبد الرحمن كما قالت المرأة؟ أقفل سيارته وتوجه نحو ذلك المنزل الذي يبدو مهجورا. الأرض التي تحيط به نبتت بها أشواك وطفيليات أخرى كثيرة. اقترب من نافذة وحاول أن يرى من خلال الزجاج المغبر، ولما تعذرت عليه الرؤية تقدم من الباب وحاول أن يفتحه، كان مقفلا. وحتى يتأكد من لا أحد في البيت طرقه مرات متتالية. في النهاية لن يخسر أي شيء، وقد باغته صوت جاء من الداخل يسأل عمن يكون الطارق. لم يصدق، حبس أنفاسه وظل صامتا. إذا كان ما سمعه صحيحا فإن الذي سأل عمن يكون الطارق لن يلبث أن يفتح ليعرف من الذي طرق. لم يخب ظنه، من خلف الباب الحديدي الصدئ سمع خشخشة، ثم انفتح الباب وظهر وجه يعرفه. الذي فتح الباب لم يكن سوى حمزة، وقد وقف مشدوها، لعله لم يتوقع البتة أن يأتي الخدير المختوم ليبحث عنه في قريته النائية تلك سيدي ناجي. لم يقل شيئا، ولكنه أسرع نحوه وارتمى في حضنه. أدخله، جلس في غرفة تبدو الوحيدة التي تم تنظيفها. كان يعلم أن الخدير سيسأله عن السبب الذي جعله يغادر الزواوين فجأة، ولذلك لم ينتظره أن يسأله. قال له إنه جاءه نداء من أمه ليلا يدعوه إلى العودة إلى الدار وزيارة قبرها. قال إنه لم يقوى على مقاومة ذلك الصوت الذي كان يكرر الدعوة مرات لا تنتهي، وإنه لم يشعر بالذي يفعله إلا لما ركب شاحنة ابتعدت به عن الزواوين إلى مسافة لم يعد ممكنا الرجوع بعدها. كان الخدير ينصت إليه باهتمام. لم يكن في المنزل طعام، وقد بدا الشاب حمزة الذي اعترف بأن اسمه الحقيقي عبد الرحمن محرجا. خرج عصرا من سوق القرية، اشتريا خضرا وبعض اللحم. قال له الخدير إنه سيبيت عنده ليلة وسيعود في الصباح الباكر إلى الزواوين
الآن وقد اطمأن عليه. في الصباح نهض وتناول فطورهما وخرج. طلب حمزة، كذلك ظل يناديه الخدير، أن يزور قبر أمه. كان قبرا بني من حجر وطلي بالجير من فترة قريبة. سمعه يتلو من القرآن ثم يهمهم بأدعية. بعد أن انتهى من الزيارة ودعه وهو يعده بزيارته، قال له إن عليه أن يعيد إلى ذلك البيت بعضا مما كان فيه من حياة. استيقظت فطوم فجأة من النوم. الساعة الموضوعة على الطاولة بجوار السرير تشير إلى الرابعة صبحا. من الخارج يأتي صوت المطر. أنارت الغرفة ونهضت، مشت نحو باب الغرفة الملاصقة لغرفتها. فتحت الباب وهي تحرص على ألا يحدث أي صوت. نظرت إلى سرير عبد اللطيف ولدها، لم يكن هناك. اضطربت، لم يكن في بيت النظافة ولا في المطبخ، لا أثر له في الصالون أيضا. ثم اكتشفت باب الشقة مواربا، لم يعد لديها أدنى شك، لقد خرج عبد اللطيف. الطفل الذي يبلغ من العمر 14 عاما لم يغادر البيت حيث تسكن فطوم منذ نحو 15 عاما، منذ أن كان في الرابعة من عمره. في ذلك البيت الذي يقع في زقاق يتفرع عن زنقة المحمدية في سيدي قاسم، تركها زوجها الذي توفي فجأة بسبب مرض غامض لم يسعى أحد لمعرفة طبيعته على وجه الدقة. كانت حاملا في الأشهر الأولى، هي زوجته الثانية، وقد تزوجها دون أن يبلغ زوجته الأولى، تلك التي تركها في مكناس. وقد آل إليها ذاك البيت المتكون من طابق أرضي وطابق علوي غير مكتمل البناء حين تم توزيع تركة الهالك، ولكن زوجته الأولى وأبنائه حرصوا على إسكات فطوم وثنيها عن كل مطلب آخر لها ولمن تحمله في أحشائها البيت هناك في سيدي قاسم، ومبلغا من المال لم يتعدى 30,000 درهم، ولهم الباقي مما ترك في مكناس وتركات أخرى لم تكن تعلمها. لم تكن طويلة الفترة التي أمضياها تحت سقف واحد. باغته الموت وهو في مستهل الخمسينات من عمره، ولم يكن قد أحدث لها ذكرا عما يملكه. تلك حكاية انتهت. بعد بضع سنوات فتحت فطوم محلا للخياطة التقليدية. كانت تشاهد وهي تخرج وتعبر زنقة المحمدية جيئة وذهابا 4 مرات كل يوم. قلة من جيرانها يعلمون أن المرأة تعيش برفقة طفل في ذلك المنزل الذي تظل نوافذه مغلقة أغلب الوقت. الذين تملكهم الفضول في حدوده القصوى علموا أن طفل فطوم التي صاروا يضيفون إلى اسمها لقب الخياطة كان يعاني من إعاقة ذهنية، وكان ذلك تفسيرا وحيدا لعدم التحاقه بالمدرسة. خرجت فطوم مسرعة وقد اكتشفت غيابه من البيت، وراحت تسرع الخطوة حافية القدمين تأمل العثور عليه قريبا. الأزقة التي سلكتها خالية، ثم في لحظة لم تذكرها انتبهت إلى أنها تمشي تحت المطر. لا يهم، ما يهمها الآن أن تعثر على عبد اللطيف. ثم وقع بصرها عليه، كان يجلس القرفصاء محتميا من المطر بسقيفة حانوت على بعد عدة أزقة. تقدمت نحوه، لم تنطق بكلمة، أمسكت به من ذراعه وعادت به إلى البيت، تعلم أنها لن تظفر منه بتفسير لتصرفه ذاك. لا يهم أن تحصل على تفسير الآن وقد تداركته وتعود به إلى البيت. في نظراته شرود، ملابسه المبللة تشي بأنه ربما بقي وقتا غير قصير تحت المطر. سارعت به إلى الحمام، مسحت شعره بمنشفة ثم غيرت ملابسه. في المطبخ وضعت على النار آنية بها حليب، أجلسته إلى المائدة. من النافذة يتسلل إلى الداخل ضوء الصباح. ناولته كوب حليب ثم عادت به إلى سريره ودثرته، تخشى أن يصيبه الزكام. تلك كانت لحظات فارقة في تعايش فطوم مع واقع ولدها الوحيد. لعلها تفطنت متأخرة ربما
إلى أن عبد اللطيف يكبر، لعلها لم تتصور يوما أنه سيكبر، ولعلها رغبتها الدفينة التي كانت تجعلها لا تتخيل عبد اللطيف رجلا، وها هو الآن على مشارف الرجولة تعلم أنها أعباء أخرى تنتظرها. لما أطفأت نور غرفته وأقفلت الباب جاءت إلى الصالون وبكت. بعد الآن ينبغي البحث عن حل، قد لا يكون في مقدورها أن تكتفي كما كانت تفعل من قبل بإقفال الباب بإحكام. وهي تفكر في الأمر لم تكن ترى من حل ثالث غير المكوث معه في البيت، وهذا أمر مستحيل، أو أن تصحبه معها إلى محل الخياطة التقليدية وهو مورد عيشهما. ثم وكأنها تذكرت تساءلت عما سيقوله الناس حين يرونها برفقته، تعلم أنها لن تطيق تعاليقهم ولا أسئلتهم وفضولهم، تعلم أن ظهوره معها سيثير فضولهم وأن خروجه إلى الشارع للمرة الأولى سيثير فضوله هو الآخر، وربما أرعبه أن يشاهد أناسا كثيرين يمشون في اتجاهات شتى. تتصور أنه سيتفلت في كل الجهات ولن يكون طيعا. حقا هي لحظات حاسمة. أحست بصداع يخترق دماغها، كانت الساعة تقترب من الثامنة. من الخارج يأتي وقع الخطى وأصوات تتبادل الحديث وسعال، وبين فينة وأخرى صوت المطر. قررت أن تنام قليلا قبل أن تنهض لتذهب إلى محل الخياطة. حاولت التخلص من تلك الأسئلة الكثيرة التي تلاحقها، وأبعدت عن ذهنها قضية عبد اللطيف. استلقت على السرير، أغمضت جفنيها. تلك الأصوات الآتية من الزقاق بدت وكأنها تخفت شيئا فشيئا، ثم نامت، ثم هبت من رقدتها تلك. هي 10:15. لعدة دقائق ظلت جالسة على حافة السرير، ثم تذكرت خروجها بحثا عن عبد اللطيف، وتوهمت أنه خرج مرة أخرى. نزلت عن سريرها ومشت إلى غرفته، فتحت الباب بلطف، كان هناك. تساءلت هل تصحبه معها إلى محل الخياطة؟ همت بذلك، ولكن صوتا من أعماقها نصحها بالتريث قليلا. استجابت، وسيظل عبد اللطيف في البيت. في الأيام التي تلت صدمة خروجه من البيت في غفلة منها، صارت فطوم تقترب من اتخاذ القرار الحاسم، أن تظهر ولدها للناس، أن تقول لهم الذين يعرفونها والذين لا يعرفونها إن عبد اللطيف ولدها وإنها تقبله كما هو. انقضت الآن 15 سنة على رحيل زوجها الصافي الذي أحبها وأحبته وتخلت من أجله عن عائلتها في بني ملال. لم تخامرها قط فكرة الزواج مرة أخرى، كانت تتجاهل تلميحات بعض من زبوناتها اللائي علمن بقصتها، كثيرات هن اللواتي حاولن جرها إلى الحديث عن زواج جديد، كانت تتحاشى الإجابة. إحداهن مهدت لخطبتها لشقيق لها ولكنها رفضت. قيل لها حين سألت جارات لها إن الطفل الذي كان يبدو في حالة شرود دائمة إنما أصابه مس من الجن، وتوسطت إحداهن لدى فقيه ادعت أنه يصرع العفاريت ويخرج كل جني اتخذ من جسد إنسي جسدا له أو سكنا. حضر الفقيه مرة إلى البيت، وفي مرات أخرى جاءتها إحداهن بزيت وماء به أوراق نباتات لم تكن غريبة عنها، وقيل لها إن الزيت للدهن وإن الماء للشرب. جيء لها أيضا بمساحيق وخليط من فتات أشياء لا تعرفها، أوقدت النار وأطلقت العنان للبخور. ولكن حال عبد اللطيف لم يتحسن. يأست فطوم من شفاء ابنها العليل، فقررت أن تواريه عن الأنظار، وكذلك صار حبيس الدار. اشترت له لعبا تلهيه عن التفكير في الخروج أو محاولة إشعال النار، وحين كبر كان يمضي أغلب أوقاته مستلقيا على بساط صغير ينظر إلى شاشة التلفزيون. سنوات عديدة قضاها على ذلك الحال، لم يكن يرقب من أيامه سوى تلك اللحظة التي تأتي فيها أمه ظهرا أو مساء. هي تظن أن أسعد أوقاته حين تخرج من حقيبتها علبة بسكويت أو حلويات.
ثم قيل لها إن عليها أن تعرضه على طبيب متخصص في الدماغ. وهمس أحدهم بتعريف لمرض التوحد ولم تكن قد سمعت به ولا فهمت له معنى، وخشيت على ابنها فأمسكت عن البحث عن دواء وقررت أن يبقى في المنزل ما بقي حيا. كل ما كان يهمها أن تلقنه أن يذهب إلى بيت النظافة كلما جاءه نداء الطبيعة وأن لا يقترب من موقد الغاز. بدت وقد نجحت في ذلك إلى حد كبير، ولكن المعطيات تتغير الآن وعليها أن تحسن التصرف. كانت حين تمر في الشارع كثيرا ما تصادف أمهات وآباء يدفعون كراسي متحركة لأبناء أو آباء، ولقد لاحظت أن لا أحد يخجل أو يتحاشى نظرات الناس. لاحظت أيضا أن المقعدين يبدون سعادة وهم يتجولون في الخارج كما الأصحاء. تحدث نفسها وتقول إن عبد اللطيف لا يعاني من إعاقة حركية، يستطيع المشي، ما يحتاج إليه أن يمسك بيده من يثق به، وهو لا يثق إلا بها. قررت فطوم أن يكون خروج عبد اللطيف تدريجيا. صارت تعود إلى المنزل ساعة قبل مواعيدها في السابق، وقد ساعدها في ذلك تقدم الأيام نحو فصل الربيع. رأت دهشته كما لم ترها من قبل حين ألبسته بذلة رياضية ووضعت في قدميه حذاء رياضيا وأمسكت بيده ومضت به إلى الباب. تبعها، ولما صار في الخارج لاحظت أنه يريد أن يلتصق بها. بدا وكأنه لا يحتمل وجود فراغ بين جسمها وجسمه. ثم بأنات تمكنت من بلوغ زنقة المحمدية. بعدها صار المجال أكثر اتساعا. كان يحملق ببصره في كل الاتجاهات، وكانت هي تمسك بيده تقوده بلطف، وحين ترى منه انحرافا أو محاولة للتفلت تضغط قليلا على كفه فيتراجع. كان أكثر ما تخشاه أن يتفلت منها ويجري. لن تنسى فطوم ذاك المساء، كان الوقت يقترب من المغرب، لم تكن جولتهما طويلة، اختصرت الطريق وعادت إلى البيت. كان يبدو سعيدا. في الأيام التي تلت صارت تزيد في المدة الزمنية المخصصة لجولات المساء التي جعلتها تقليدا. مع مرور الأيام لم يعد مثيرا للانتباه أن يرى معها. تحاشت الفضوليين بأن تجاهلت أسئلتهم، وكان كثير منها لا يخلو من غباء. بضعة أسابيع بعد ذلك في مستهل صيف العام 83-900 سيكتشف عبد اللطيف الذي بدأت تظهر على وجهه ملامح والده المتوفى محل الخياطة التقليدية الذي تملكه أمه. اكتشف أيضا أنها لا تعمل وحيدة، وأن هناك امرأتين أخريين تساعدانها. سيلاحظ لاحقا أنها تتعامل مع رجال يشتغلون معها، كانوا من الحرفيين الذين يعملون معها بالمناولة. يبقى أوقاتا طويلة يتصفح وجوه الوافدين على المحل، وكأنه يرى كائنات لم يكن يعلم لها وجودا من قبل. ثم تعود على تلك الوجوه وعلى الأصوات، وظهر له اهتمام بالموسيقى يرتاح لسماعها. أيقنت فطوم أن حالة ولدها الوحيد عصية عن العلاج، وأن لا سبيل إلى جعله يعيش حياة أقرب إلى الحياة الطبيعية إلا بمد جسور نحوه. أدركت متأخرة أن الفترة التي أمضاها حبيس المنزل لم تكن ذات جدوى، وأن إخراجه من سجنه ذاك كان تحررا لها أيضا.